مشاهدينا الكرام أو في الوطنية الأولى مساء النور أهلا وسهلا بكم أهم ميزة الوضع الجوي اليوم اعتدال أغلب المؤشرات الجوية بعد الاضطرابات الجوية والحركية العالية اللي ميزت أغلب فترات هذا الأسبوع تقريبا درجة الحرارة أيضا عرفت ارتفاع نسبي والقصوى اللي سجلناها هذا اليوم كانت من بين 21 إلى 26 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية اليوم بتونس العاصمة سجلنا 26 تقريبا ببقية الجهات روحت القصوى من بين 26 إلى 30 درجة كما نلاحظوا من خلال تسلسل لسوى القمر الاصطناعي طقس اليوم كان صافي الى قليل سحب باغلب مناطق البلاد والشمس كانت حاضره في اغلب فترات هذا النهار الليله يتوسل السماء عامه قليله السحب تقريبا رياح تكون ضعيفه الى معتدله من قطاع الشرقي اجمالا ودرجه حراره الليله تتراوح من بين 13 الى 18 درجه بالشمال وبالوسط ومن بين 18 الى 22 درجه بمناطق الجنوب يوم الغد ان شاء الله تتنقل التيارات الهوائيه لتكون من قطاع الجنوبي على كامل البلاد الشيء اللي بيساهم في ارتفاع ملحوظ لدرجات الحراره القصوى المنتظره ليوم الغد تصل الى مستوى 30 درجة بالقيروان 32 بزغوان 31 بتونس العاصمة 26 بنابل 30 ببنزرت 33 ببجا بجندوبة 34 درجة 32 بسليانة 33 درجة بالكاف سيدي بوزيد 36 بجهة الساحل سوسة والمنستير 28 درجة أقل بالمهدية في مستويات 26 درجة بالنسبة للقاسرين 32 أسفاقس 30 32 بقابس وبمدنين 32 بتطاوين 31 برمادة 32 بأقصى الجنوب 33 بيكبلي وبتوزر وبقفصة الحارة القصوى تصل الى مستويات 32 و درجه بالنسبه للملاحه والصيد البحري البحر يكون عامه قليل الاثراب فمضطرب بكافه مجالاتنا البحريه بالنسبه للشمال الرياح تكون من القطاع الشرقي شرقيه الى جنوبيه شرقيه سرعتها من 15 الى 25 عقده البحر يكون قليل الاثراب فمضطرب بخليج حمامات وبجهه الساحل الرياح تكون شماليه غربيه ثم تتجه الى جنوبيه شرقيه بعد الظهر سرعتها من 10 الى 20 عقده وتتقوى حدتها وفعاليتها بعد الظهر تقريبا تتراوح من بين 15 الى 25 عقده بمنطقتي الشابه الحجربه وصولا الى جرجيس الرياح تكون من القطاع الغربي صباحا ثم تتجه الى جنوبيه شرقيه سرعتها من 10 عشر الى 20 عقده وتتقى وحدتها وفعاليتها بعد الظهر تصل الى مستويات 25 عقده والبحر يتوسل قليل الاثراب فمضطرب كالعاده ناخذ فكره حول الوضع الجوي في بعض المدن والعواصم العربيه والاوروبيه بنقشه سحب قليله والحراره معتدله في مستويات 26 درجه بالنسبه للدار البيضاء 23 24 بالرباط 26 بالجزائر بعض سحب سماء صافيه مع حراره مرتفعه نسبيا بالقاهره تصل إلى 39 درجة تقسى في بيترابلوس والحرارة في مستويات 24 حرارة مرتفعة بالبقاع المقدسة نتوقع 44 درجة بالمدينة المنورة وبمكة المكرمة أيضا 44 بالدوحة تقريبا درجة حرارة في مستويات 39 درجة 37 بأبو ظبي مع ظهور بعد سحب 42 بالكويت بدمشق سماء صافية والحرارة في مستويات 32 درجة بالنسبة لبيروت 28 33 بعمان أعلى ببغداد 39 وبالقدس الشريف سحب قليلة والحرارة تصل إلى 33 درجة حالة الطقس ببعض المدن الأوروبية بإسطنبول سحب كثيفة مع أمطار 19 خلايا رعدية مع أمطار بموسكو 18 درجة 26 بفيينا سماء صافية أمطار محلية بأثينا والحرارة في مستويات 21 درجة بروما سماء صافية 27 18 بأمستردام مع أمطار ببرلين 29 درجة وبكوبنهاجن طقس كثيفة سحب مع أمطار والحرارة تصل إلى 21 درجة بلندن 19 مع أمطار 17 بباريس 20 بستوكهولم سحب عبر بجنيف 24 درجة 23 بمرسيليا 20 ببروكسل مع تواصل نزول الامطار بالنسبه لمدريد 22 درجه وبلا شبونه سحب عابره والحراره في مستويات 22 درجه ايضا تطور الوضع الجوي خلال الايام القليله القادمه كما لاحظوا الرياح تكون من القطاع الشمالي بالشمال يوم الاثنين ومن القطاع الشرقي بالوسط وبالجنوب تتميز بحركيه عاليه رياح تكون قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل وضعيفة إلى معتدلة داخل البلاد البحر يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بكافة مجالاتنا البحرية ممكن ظهور بعض السحب من نوع المرتفع بأغلب مناطق البلاد وتقريبا درجات حرارة القصوى تتراوح من 25 إلى 30 درجة بالشمال وبالمناطق الساحلية يكون من بين 32 الى 37 درجه ببقيه مناطق البلاد، بالنسبه ليوم الثلاثاء يتواصل هبوب رياح من القطاع الشمالي بالشمال تبقى شرقيه بالوسط وبالجنوب، تتقلص حدتها وفعاليتها مقارنه بيوم الاثنين، البحر يكون مضطرب فتدريجيا قليل الاضطراب، درجات حراره تقريبا في استقرار ويتواصل ظهور سحب عابره على كامل البلاد، اوقات الشروق والغروب ليوم الغد، شروق الشمس باذن الله يكون في الساعه الخامسة و6 دقائق وغروبها في الساعه 7 و26 دقيقه. لمزيد من المعلومات والارشادات الموقع الخاص بالمعهد الوطني للرصد الجوي www.meteo.tn تبعثوا رسالة قصيره ولا برقم الموزع الصوتي 88 40 4 شكرا على حسن متابعه الاهتمام ونهايه اسبوع مريحه للجميع